لن تنسى زهرة ذلك اليوم، تلك اللحظات التي لم تكن طويلة. حدث ذلك قبل 23 عاما، كانت في 13 ترافق والدتها إلى المدينة العتيقة لفاس لشراء ملابس العيد. تتشح المدينة ببهاء رمضان، العشر الأواخر منها، أجواء ينشرح لها الصدر وينال طيبها الروح. من المساجد تأتي أصوات تصدح بترتيل القرآن في صلوات التراويح. في الشارع متسوقون، كثيرة هي المحال التجارية التي لم تفتح أبوابها بعد. يعلم الناس أن النشاط التجاري لا يدب في المدينة القديمة إلا بعد أن تقضى صلوات التراويح. تمسك زهرة بذراع أمها، تمشيان على مهل لهما متسع من الوقت يمتد إلى ما قبل السحور للتجول في أزقة المدينة، حيث للتسوق طعم خاص. ولكن زهرة وهي تنزل من سيارة الأجرة التي أقلتهما إلى باب فتوح، رأت فتاة قدرت أن تكون في مثل عمرها. الشحوب الذي اعترى وجهها لم يمح جمال ملامحها. إلى شحوبها ذاك كانت ملابسها البالية تضيف ما يشي بفاقتها. التقت نظراتهما فانتاب زهرة إحساس لم تعرف مثله قط. ابتسمت الفتاة. همت زهرة بالرد بابتسامة مثلها، ولكن أمها استعجلتها الدخول إلى المدينة. انشغلت بما تعرضه الدكاكين المفتوحة من مأكولات ومن ثياب وبضائع مختلفة. أنساها كل ذلك تلك النظرة التي نفذت إلى أعماقها. جالت مع أمها عبر دروب عدة ودخلتا محلات كثيرة. وبينما هي في محل لبيع الملابس، حيث أعجبتها كسوة بها تطريز من حرير، وحين كانت أمها تفاوض التاجر حول الثمن، رأت تلك الفتاة التي كانت في باب فتوح. وجهها من تلك الوجوه التي لا تنسى بسرعة. ابتسمت لها الفتاة لما التقت نظراتهما من جديد، ثم راحت تنظر في المعروض من الثياب. تتابعها زهرة بنظرات نبعت من ذاك الإحساس الذي انتابها لما رأتها للمرة الأولى. التفتت الفتاة وهي تمسك ببذلة كتلك التي اشترتها زهرة. سألت التاجر عن ثمنها، نظر إليها بعين فيها توجس ظاهر. قد يكون ظن وحال الفقر الذي يبدو عليها يؤكد له ظنونه أنها لن تقدر على دفع الثمن المطلوب. ركز نظراته على عينيها ونطق بالثمن. لاحظت زهرة أنه طلب ما يقرب من ضعف ما طلبه لوالدتها. وقف بالباب رجل يحمل في يده مبخرة معلقة بثلاث سلاسل من نحاس يردد أدعية. بادر التاجر إلى إخراج قطعة نقدية من درج مكتبه وعجل بدفعها له فانصرف. لم تسأل الفتاة خفضا للثمن، ولكنها ظلت ممسكة بالثوب تتأمله، بينما مضى التاجر يلف في قطعة ورق القميص الذي اختارته زهرة. قبل أن تغادر المحل أخذت الثوب وقدمته إلى تلك الفتاة. أصيبت أمها بالذهول، ولكنها بادرت إلى القول إنها تتصدق به وإنها لا تريد ثوبا جديدا للعيد. أمسكت الفتاة ذات الوجه الشاحب بالثوب الجديد، ضمته إلى صدرها والتمعت عيناها فرحا. عانقت زهرة في صمت، رأت عيناها تدمعان، ودون أن تنطق بكلمة عانقت والدة زهرة. حملت الثوب ثم انصرفت. تذكر زهرة أن والدتها عاودت التفكير في الذي حدث، فاضطرت إلى شراء الثوب الذي كانت تمسك به تلك الفتاة وأعطته لزهرة. حدث ذلك قبل 23 عاما. كلما مضت زهرة إلى المدينة العتيقة للتسوق، وقد صارت الآن أما لطفلة في مثل عمرها حين حدث ذلك، إلا وتذكرت تلك الفتاة، تتصورها الآن امرأة أما مثلها. كانت زهرة البنت الوحيدة لوالدتها الباتول وأبيها الحاج الطاهر، وكلاهما ينحدران من واحدة من العائلات المعروفة في فاس. كانت مدللة في حدود ما هو مقبول، وقد حرصت أمها على أن تربيها تربية تقليدية كما تفعل عائلات كثيرات. وكذلك تعلمت الخياطة والطرز والطبخ. لم تكمل تعليمها إلى ما بعد شهادة الدروس الابتدائية. وقتها
لم تكن هي متحمسة لمواصلة الدراسة، ولم يقم أبواها بتشجيعها على ذلك. وحتى زواجها من خالد الذي يتاجر في الأواني النحاسية ويملك دكانا في الصفارين، كانت تعيش حياة بها شيء لا يستهان به من الرتابة. كان إيقاع الأيام يضبط بما يتوافق مع عودة الحاج الطاهر من دكانه حيث يبيع التوابل، وذهابها أو عودتها من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الطرز والخياطة. كان البرنامج يتغير في أيام الصيف شديدة الحرارة وفي أيام رمضان، وكانت أيام العطلة الأطول ترتبط بالعيد الكبير عيد الأضحى. لما توفي الحاج الطاهر في العام 2005، وكان العمر قد تقدم بوالدتها التي تكاثرت عللها، اكتشفت زهرة ما لم يخطر يوما ببالها. بعد مراسيم الجنازة وانصراف من كانوا يتوافدون لتقديم العزاء، وكانت والدتها تعد الوثائق التي تخص الميراث، أبلغت بأن والدها الهالك كتب لها وصية أعطاها بمقتضاها دارا في المدينة القديمة وقطعة أرضية في أحواز فاس. كان ما بلغته يدفعها إلى التساؤل عن سبب إقصائها من القسمة. كان للحاج الطاهر شقيق يصهره وكان من الوارثين. لم تستسغ زهرة إقصاءها، أبلغت زوجها بذلك، وقد شرح لها أن الوصية لا تكون إلا لغير وارث، واستنتج أنها وفق ما بلغت به ليست من ورثة الحاج الطاهر. لم يكن لدى زهرة من باب تقصده غير باب والدتها، وكذلك مضت تسألها عن سر إقصائها من الميراث. كانت المرأة في حالة مرض، حاولت أن تتفادى الإجابة، ومع أن زهرة التي تعي خطورة الوضع الصحي لأمها لم تلح في السؤال، فإن المرأة وقد انتظرت يومين أو ثلاثة أيام دعت زهرة إلى غرفتها وأسرت لها بما ظلت تكتمه منذ 35 عاما هو عمر زهرة الآن. قالت لها إنها ليست أمها التي ولدتها. كانت كلمات صاعقة لم تقوى على سماع ما تلا ذلك الخبر الرهيب، كاد يغمى عليها. بعد أن استعادت أنفاسها قالت لها إنها تبنتها لإنقاذها من الفقر. شرحت لها أنها ولدت لامرأة فقيرة رزقت مولودتين توأمين، وأن إحداهما هو الواقع الجديد الذي عليها أن تتعاطى معه بكثير من الصبر. صار أكثر ما يشغل بال زهرة أن تعرف أمها التي ولدتها، وأن تتعرف إلى والدها وإلى إخوتها إن كان لديها إخوة، التي ظنتها أمها ولم تعرف أما غيرها تعاني من المرض، ويفرض عليها ذلك التعجيل بالوصول إلى الحقيقة الكاملة. لا يساور زهرة أدنى شك في أن الحاج البتول وحدها تعرف الحقيقة. منذ ذلك اليوم تغيرت نظرتها إلى الناس الذين كانوا يزورون بيت الحاج الطاهر، ولسبب لا تعرفه صارت تشك في أن يكون بعضهم يعرفون قصتها، صارت تتقي نظراتهم. عادت ذات يوم إلى أمها لا تستطيع أن تتصور اعتبارها غير ذلك، ترجتها كما لم تترجها من قبل أن تدلها على أمها التي ولدتها وعلى عائلتها الفقيرة تلك. تنهدت الحاجة البتول، ثم بكلمات متقطعة قالت إن المدة التي مضت على كل ذلك طويلة، وإنما ينبغي أن تعلمه أنها ليست لقيطة، وإنما هي تبنتها بكل رضا والديها. أشارت بيدها إلى صندوق في رف الدولاب، طلبت منها أن تأتيها به. مذ كانت صغيرة تعلم زهرة أن والدتها تضع في ذلك الصندوق كل ما ترغب في بقائه بعيدا عن متناول الفضوليين، هي علبة أسرارها الخاصة. لما جاءتها بالصندوق فتحتها، كانت به عدة وثائق وضعت بترتيب. في أسفل الصندوق كناش للحالة المدنية، ناولتها إياه وقالت لها أن تقرأ ما هو مدون في المعلومات الخاصة بها. اكتشفت وهي تقرأ اسم الأب أنها بنت علال بن أحمد وابنة عائشة بنت اليزيد في الاسم العائلي مهيلو. أطالت النظر إلى تلك الصفحات ثم طوت الكناش وأعادته إلى والدتها.
بعد صمت خيم على الغرفة قالت الحاجة إن ما في كناش الحالة المدنية هي هويتها الكاملة. أضافت أن كل ما تتذكره أن عائلتها كانت تسكن في مولا يعقوب. عادت المرأة لتئن، ولكنها استطاعت أن تكرر أنها لم تر والدتها منذ ذلك الحين. قررت زهرة الذهاب إلى مولا يعقوب للبحث عن عائلة مهيلو وعن علال أبيها. رافقها زوجها في تلك الرحلة، وأمضيا يومين في مولا يعقوب يبحثان. ثم بينما هما يمران بالقرب من الحامة، رأت امرأة بدت لها في مثل عمرها، لا تدري ما الذي جعلها تطيل النظر إليها. ملامحها تذكرها بشخص تعرفه أو عرفته. لاحظت أن تلك المرأة تمعن هي الأخرى النظر إليها، ثم رأتها تقبل نحوها دون أن تناديها. ولما صارت أقرب إليها بادرتها بسؤالها إن كانت من فاس. ردت زهرة بأنها من هناك، ثم عادت تسألها: أتذكرين فتاة أعطيتها كسوة كانت أمك اشترتها لك لمناسبة العيد؟ في تلك اللحظة أدركت زهرة أنها هي نفسها تلك الفتاة شاحبة الوجه التي التقتها في باب فتوح. حدث ذلك قبل 23 عاما، وقد رأت زهرة في اللقاء بها مناسبة لتسألها عن الذين تبحث عنهم. قالت لها إنها تبحث عن رجل اسمه علال مهيلو. من؟ سألتها وكأنها لم تسمع جيدا. علال مهيلو، هل تعرفينه؟ امتقع لون المرأة، بدت وكأنها تجد صعوبة في الكلام، ثم نطقت: نعم أعرفه. وحتى تتيقن من أنه هو، سألتها إن كانت تعرف زوجته عائشة بنت اليزيد. ازداد ذهول المرأة، ثم قالت وكأنها تستعجل معرفة السر الذي تحمله زهرة: نعم أعرفها، لأنها أمي ولأن علال والدي. لم تقوى زهرة على التحمل، جلست في عتبة منزل وطلب زوجها أن تسقى ماء. لما استعادت بعضا من قوتها طلبت من المرأة أن تقودها إليهما. في الطريق أبلغتها بأنها أختها التوأم. ولما بلغوا المنزل كان عليها أن تتريث قبل أن تخبر أمها التي ولدتها بأنها مولودتها التي تركتها في فاس بسبب الفاقة. ليلتها علمت أن والدها توفي منذ سنوات، وأن لها 3 إخوة و4 أخوات. ليلتها حكت لها قصتها الكاملة، تلك التي بدأتها الحاجة البتول ولم تجد سبيلا لإتمامها.